قبل كل شيء اشترك بالقناة، فعل جرس التنبيه، حط لايك للقناة عشان نستمر ان شاء الله بهذه السلسلة. المطعم اللي خلناه فيه اخر اوردر صاير. هذا مساكم الله بالخير يا كرام. اليوم جولتنا الى سامسون. طبعا احنا شوي قعدنا في هذا المكان في اخر اوردر صاير، مكان المطعم اللي وراي مثل ما تشوفونه في اخر اوردر صاير، تمام. قلنا شوي نتغدى بعدين نكمل الى سامسون باذن الله. طبعا اللي بي اسم المطعم شوفوا انتم اي شيء تبونه، ساعات احط اماكنه بال اماكن اروح لها احطها بالوصف عادة. فالمطعم هذا شنو اسمه؟ هذا اسم المطعم، هذا مثل ما تشوفونه، هذا في المطعم. احنا الحين حاليا في منطقة سينوب، طبعا مثل ما تشوفون طبعا هي اللي على الساحل، هذه هي المنطقة، منطقة سينوب. انا بروح منطقة قسطموني، كنا بروح سامسون، كنا بروح قسطموني. طبعا وجهتنا احنا شنو من طرابزن لاسطنبول، لكن بروح منطقة قسطموني بعدها بنروح ان شاء الله اسطنبول باذن الله. شوفوا
هذا المكان من فوق طبعا، يعني طبعا بالكافي شوي نشربنا شوية قهوة ونكمل طريقنا ان شاء الله. استمتعوا مع صوت الشلال. طبعا المكان هذا ما في شيء ترى، بس احنا قلنا شوي نقعد شوية ونكمل طريقنا. يلا خلنا نكمل طريقنا. هذا البحر البحر حلو هني وناسه والله، الاستراحة حلوة على قولتهم. طبعا هني على يمينكم الكافيهات، هني كافيهات الواحد كل ما يبعد عن مناطق سياحية، بسم الله خراني، الواحد كل ما يبعد مناطق سياحية يحصل دنيا أرخص. هذا حبيت أوضح لكم إياه، يعني مثلا عندكم الكفتة هذه، شوفوها الكفتة هذه ما أدري مبين أو لا، الكفتة 60 ليرة، هناك طرابزون كم سعرها؟ طرابزون كم سعرها؟ يمكن ولا 170 ليرة تقريبا الكفتة هناك، فهني أرخص. يلا الحين قررنا نمشي، طلبت لي برد متواضع حق الخط، ان شاء الله ننطلق.
هذا هو الفندق الثاني اسمه بارك ديزمن، منطقة كوستموني. شوف الفيو، بسم الله. طبعا الحين بالليل ما يبين، الحين الساعة تقريبا 8:30 تقريبا، ان شاء الله بعد شوي نطلع. طبعا احنا فندق هذا في مول اتوقع يسارة مثل ما تشوفون هناك، في مول اتوقع ستاربكس فيه. نقعد شوي نصلي نكمل ان شاء الله جولة. طلبنا سوسلاج من مادو ونتحلى فيه. بسم الله صبحكم الله بالخير، ان شاء الله اليوم نتوجه الى سكاريا. طبعا نسا صغيرة مشينا هني، فتح بروحه، تحولت سيارة. هني حصلنا بزار اليوم الثلاثاء، المزار الثلاثاء اكيد بتشوفون الاسعار. هذا اسعار عندكم البطاطا مثل ما تشوفون هناك، 10 دينارات. طماطم كذا قالها ب7، لكنها مكتوب هني. عندكم العنب، هذا العنب، الموز، شفت التفاح صغير هذا حلو والله. والحين انتهينا من جولتنا. طبعا انا حاليا في صبنقة، انتهت الجولة اللي كانت من شو القطوة اذا تبين وياكم. الحين انتهت الجولة من كانت من طرابزون الى منطقة قسطموني، بعدها من قسطموني الى صبنقة،
عفوا سكاريا. انا الحين بسبانجا طبعا بحيرة ابانت. كذي انتهى الفيديو. ان شاء الله الفيديو الجاي حيكون تغطيتنا في منطقة سبانجا وسكاريا واسطنبول. كذي يعطيكم العافية ما قصرتوا على الفيديو الاخير بعد. دعمكم كان وايد قوي. بالاخير لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيه وتعطينا لايك. اشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم.